Kepada qiraah nomor peserta TQI 0605 disilakan. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bil qist. Kunu syuhada lillahi walau ala anfusikum walau ala فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين بالقسط شهداء
ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقط ضل ضلالا بعيدا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا
واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق الله.